لو المفروض تطلع على الاستديو من ساعتين والجمهور عامل مشاكل، مستر عزت الشام قفش. قول لعزت الشام ياه الا ما تاخر على الجمهور دي لقطه، ولو عنده نمره تجيب له ربع الجمهور اللي بره يتفضل يمضي معاه. ايه الاخبار؟ فكت هبت فينا كلنا وطردتنا بره. بس يحملني ما تخبطش على الباب، لان اي حد بيخبط عليها بفلوسه. خليك في المكياج اللي انت فيه. شبعت تسقيف ونداء باسمي، شبعت حب من اللي ما اعرفهمش. لازمته ايه لو من غريب؟ طب حلاوته لو من قريب يا مجدي؟ ما بقتش عارفه انا سنيه سيد بدوي، البت اللي اتربت في ملجأ، اللي كانت بتكذب على الناس وتقول لهم انها مش عايزه تتعشى عشان ما تتخنش، وهي ما بتتعشاش عشان ما عندهاش عشاء. ولا لؤلؤ النجمه اللي عندها فلوس لو مشيت عليها ماشي يخلص والفلوس لا. انا بقيت كارهه نفسي والدنيا يا مجدي، مش عارفه الدنيا بتديني ولا بتاخد مني. الدنيا ربنا سخرها لك يا لؤلؤ. اي حد هيسمع كلامك دلوقتي هيجي له عدا، هيقول هو ايه اللي ممكن يزعلها مهما حصل، ما هي عندها كل حاجه. انت نجمه الوطن العربي يا لؤلؤ، وانت لسه عيله في عز نجوميتك وشبابك. اللي حصل لك ده كبير ويعلم، يوجع ماشي، ليه مخليها يهد ويوقع؟ اللي حصل لي كبير ويعلم، حصل لي مش بس يهد ويوقع، حصل لي ملا قلبي سواد وقهر، والوجع بالنسبة للي أنا فيه بقى كلمة بسيطة أوي. ما بيحسش بالتعب إلا صاحبه، والدمعة ما بتحرقش غير العين اللي نزلت منها. أنا بخاف عليكي خوف، أنتي عارفة كويس أنا بعمل دايماً لمصلحتك. بقول الحق وحتى لو زعلك. كده بتموتي نفسك، يا إما هتعيشي بس من غير روح. أنا عايزك تدوسي على اللي فات. عايز أشوف لؤلؤ اللي أعرفها، اللي الدنيا ما تقدرش عليها مهما عملت. قدرت يا مجدي، والله قدرت عليا. ايوه عزت، عزت ممكن 5 دقايق وارجع اكلمك؟ في ايه عزت يا شامي؟ عامل هيصه ليه؟ وهو الجمهور كان جاي عشان يسمعني ولا جاي عشان نقطك في فرحك فانت محرج منهم؟ لما يبقى يجي لي مزاجها بقى اطلع، وكفايه زن بقى الله يرضيك بدل ما اخد بعضي وامشي، وبطلع اغني لهم انت بقى. هطلع على المسرح دلوقتي يا مجدي، بس وشرف امي لطلعهم هم كمان على المسرح واحد واحد، واخلي الدنيا كلها تتفرج عليهم ولا اقرا جوزات السيرك.